السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أهل الذكر. يسعدني في بداية هذه الحلقة أيها الأحبة الكرام أن أقدم الترحيب الواجب بأخي وحبيبي في الله الأستاذ عمرو الجمال، مترجم لغة الإشارة. أهلا ومرحبا يا أستاذ عمرو. كما أحب أن أبلغ حضراتكم اعتذارا أيضا للأخ مقدم البرنامج الأستاذ أحمد نصر، لأن ظروفا قدرية قهرية منعته من الحضور في توقيت البرنامج، وتقبلوا أن أكون معكم أنا على الهواء مباشرة لأتلقى أسئلة حضراتكم، وحتى نتشرف باستقبال اتصالاتكم وأسئلتكم. معنا أسئلة حضراتكم التي ترد إلينا عن طريق صفحة أهل الذكر على الفيسبوك، حتى نتشرف باستقبال اتصالاتكم. بارك الله فيكم. أيها الأحبة الكرام، السائل عبر صفحة البرنامج يقول: ما حكم الرجل الذي قال لزوجته إذا خرجت من المنزل فأنت طالق، وهي خرجت من الشقة لكن لم تخرج إلى الخارج، إنما جلست في المصعد، لكنه كان في حالة متعصبة، وهو لما سئل قال: أنا أقصد أنها إذا خرجت من الباب الأول، وأيضا كنت أقصد بذلك الطلاق، فأجيبوني بارك الله فيكم. إجابة على سؤال الأخ بارك الله فيه وغفر الله لنا وله، كم نصحنا أيها الأحبة في الله الأزواج بارك الله فيهم أن يمسكوا ألسنتهم عن أيمان الطلاق، لأن البيوت أي بيوت لا تخلو من المشاكل، حتى بيوت الصالحين وحتى بيوت الصحابة رضي الله عنهم، بل حتى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن تخلو من مشاكل، لأننا بشر، إن كنا أزواجا فنحن بشر، وإن كنا زوجات فنحن بشر، والأصل في البشر الآدميين كثرة الخطأ، لأنه ورد الحديث بهذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال: كل بني آدم خطاء، وخطاء يعني وارد عليه كثرة الخطأ، مش مجرد غلطة وخلاص، إنما خطأ كثير الخطأ، لكن خير الخطائين التوابون. نحن نخطئ لنتعلم من أخطائنا ألا تتكرر هذه الأخطاء، وعلى فرض تكرار هذه الأخطاء أيضا نحن بشر، والأصل في العشرة بين الزوجين أن يكون التعامل بينهما بالمعروف الذي أمر الله عز وجل به. قال الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، وقال الله عز وجل: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ولعلكم تذكرون أيها الأحبة الكرام والأخوات الكريمات، طيب خلونا ناخذ الاتصال الأولاني في حلقتنا اليوم، أختنا أم محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا. ازي حضرتك؟ أهلا وسهلا، ربنا يبارك في حضرتك يا رب، يبارك في برنامجك دايما. الله يكرمك، اتفضلي يا أختي. أنا لي أكثر من سؤال يعني حضرتك. خير يا رب. خير إن شاء الله. أول حاجة إدعى لابني ربنا يشفيه يا رب، عشان أعمل حادثة جامدة كده. أبشري. ده بيصلي يعني، هو قاعد وبيصلي وهو قاعد مش بيقدر يقوم. نعم. فأنا بصلي معاه جماعة. نعم. هصلي على حالته ولا على حالتي أنا؟ حاضر. وإذا أدركته بعد فوات ركعة أو فاتني معاه ركعة أو ركعتين، هل أكمل الصلاة برضو على حالته ولا على حالتي؟ حاضر. ماشي. سؤال حاضر. آخر. بارك الله فيك. الله يبارك فيك ودعي له. الله يبارك لك يا عم الشيخ. حاضر.
انا موظفة جميل. وراتبي جميعه بانفقه في المنزل. اي نعم. ووالدتي موجودة بس الحمد لله حالتها ميسرة، هل انا يعني ايه، هل لها حق في هذا الراتب ام لا؟ حاضر. هي معاك في عيشة واحدة ولا ايه؟ لا لا لا، والدتي في عيشة مستقلة مع اخواتي يعني، بس مش محتاجة يعني. حاضر. في أسئلة تانية ولا شيء؟ لا خلاص ان شاء خلاص الله يا أم ربنا محمد، يبارك بارك فيك. الله فيك، تابعين إن طب شاء الله. ممكن برضو سؤال، معلش تذكرته برضو، حاضر. يعني ايه، انا بعت جزء من ميراث والدي، نعم من ميراثي في والدي يعني، نعم ماشي، وانفقته برضو في البيت هنا بدون ما اعطي والدتي حاجة، على اساس ان هي برضو من هي ورثة ومن ورثته تعتبر، نعم كان ليها عمر يعني حسب ما ربنا يقدر، أيوه فهل برضو ده ليها شيء في هذا اللي انا انفقته في البيت او كده؟ حاضر حاضر يا أم محمد، بارك الله فيك. الله يبارك فيك يا رب. نعود إلى الزوج فنقول المعروف الذي أمر الله به بين الأزواج ما بينه الإمام ابن الإمام الشافعي. يا إخوة والله أرجوكم أن تنتبهوا إلى هذا المعنى الذي أشار إليه الشافعي. قال المعروف له ثلاثة أركان، مش ممكن يقوم على ركنين، لازم يقوم على الثلاثة. الركن الأولاني أن يحسن كل طرف إلى الطرف الآخر. الركن الثاني أن يكف كل طرف أذاه عن الطرف الآخر. الركن الثالث أن يصطبر وأن يحتمل كل طرف ما يجده من الأذى من الطرف الآخر. يبقى أنا أحسن وبعدين أكف الأذى عنها وبعدين إن وجدت منها شيئا من الأذى أحتمله. تخيلوا بقى أنا وهي بنعمل كده، كيف سيكون حال البيت بارك الله فيكم؟ سيكون حينئذ على أحسن ما يكون، حال البيت سيكون على أحسن ما يكون. طب الزوج الآن حصلت المشكلة وتعصب، تعصب، العصبية لا تمنع من وقوع الطلاق ما دام مدركا لللفظ الذي أراده، ما قالش لفظ آخر لما قال طالق، يعني إذن هو مدرك إن هو زوج وهي زوجة وأن العصمة في يدي وأنه الآن يطلق طلاقا معلقا بلفظ صريح. لو خرجت من البيت يعني من الباب زي ما بين تكون طالق وهو ينوي الطلاق، إذا هذا يمين معلق على شرط خروجها من البيت، وأختنا للأسف الشديد خرجت من البيت مع علمها بوجود اليمين. إذا في هذه الحالة يقع الطلاق، يعني يقع اليمين طلقة صريحة على الزوجة، ونسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياكم سواء السبيل. في اتصال ولا شيء؟ أستاذة سلمى. شيخ، هل بالكوتشين حرام؟ ايه ده، انت عندك قد ايه يا سلمى؟ 10 سنين. 10 سنوات يا سلمى؟ انت في سنة ايه؟ 5. 5 اعدادي ولا 5 ابتدائي؟ 5 ابتدائي. هو في 5 اعدادي اصلا يا سلمى؟ لا هو 5 ابتدائي. طيب يا سلمى ان شاء الله نشوفك في تالتة سنة وبعد كده في الجامعة ان شاء الله. اسمعيني من التلفزيون هجاوبك يا سلمى. حاضر. طب شيخ، ماما عايزة اتكلم حضرتك. خلاص ماشي، عشان خاطرك بس يا سلمى اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك يا شيخ. الله يكرمك يا ام سلمى اتفضلي. معلش ما عندي استفسار بعد اذن حضرتك. خيرا. دلوقتي انا عارفة ان المرأة اللي بيتزوج عليها زوجها يعني مش من حقها تطلب الطلاق، لكن هل من حقها تختلع او يعني يعني تطلب الخلع ولا ليس من حقها ايضا يعني، ولو هي برضو مش محقق انها تختلع؟ حاضر. شكرا. جزاك الله. حاضر يا ام سلمى. جزاك الله خير. الله يكرمك. اذا اخونا الطلاق وقع طلقة صريحة على الزوجة، اذا اردت لها العودة ان كانت دي طلقة اولى او طلقة تانية واردت العودة لابد أن تعود على يد 2 من الشهود إثباتا للطلقة عوض عن إثباتها عند المأذون اللي هو الموثق الرسمي. أما إن أثبتها عند المأذون فستعود إلى الزوجة بورقة رسمية أخرى أيضا طرف المأذون، وفي هذه الحالة نضمن ألا تضيع الطلقة بين الزوجين. لكن الطلاق واقع ويمكن أن نعيش بالطلقة الباقية إن كانت دي الثانية، أو نعيش بالطلقتين الباقيتين إن كانت دي الطلقة الأولى 1000 سنة لو كنا هنعيش فيما بيننا بالمعروف الذي أمر الله عز وجل به. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل بيقول عبر الصفحة، هل يجوز قول الله
عند استحسان شيء. والله يا أخي الحبيب بارك الله فيك، هذا يجوز، إن إحنا إذا استحسننا شيء أن نقول الله، أن نذكر الله عز وجل، وذكر الله باللفظ الجلالة جائز عند كثير من أهل العلم. إنما الأحسن والأفضل إذا رأينا شيئا حسنا يسرنا أن نقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، زي ربنا ما ذكر في سورة الكهف عن الرجل صاحب الجنتين: لولا أن دخلت جنتك فقلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فبالتالي هذا هو الأفضل. لكن إذا نسينا أو نسينا هذا الذكر اللي هو ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يمكن في هذه الحالة أن نستعوض عنه بذكر آخر لله عز وجل، سواء كان الذكر بلفظ الجلالة أو بالتسبيح أو بالتهليل أو بغيره. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. برضو معانا سؤال ثالث من إخوة صفحة البرنامج. السؤال بيقول: هل الصداق دين واجب على الزوج قضاؤه، أم أنه لا يجب قضاءه إلا في حالة الطلاق؟ وإذا كان الدين أو الصداق دينا واجب القضاء للزوجة في حال استمرار الزواج حتى بدون الطلاق، وأنا لا أنوي قضاءه من هذا المال، هل يخصم مقدار الزكاة من المبلغ، مقدار الدين من المبلغ الذي تجب فيه الزكاة؟ على العموم خلينا نبدأ السؤال من أوله. هل الصداق دين على الزوج؟ نعم، مؤخر الصداق الذي يكتب عادة عندنا في بلادنا في مصر في قسيمة النكاح التي يحررها المأذون دين على الزوج، وهذا الدين عند جمهور الفقهاء من الأئمة الأربعة واجب سداده إذا دخل بها فعلا، إذا تم البناء والدخول فعلا فقد وجب كامل المهر. الخلفاء الأربعة الراشدين الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين كان مذهبهم أنه إذا أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب المهر كاملا، سواء دخل بها أو لم يدخل. لكن مذهب الأئمة الأربعة هو المعمول به عند عامة الفقهاء، إنه إذا دخل فعليا يبقى كده تم المهر كاملا له للزوجة، فعليه أن يقضي هذا الدين. لكن بعد الاتصال ده في تفصيل مهم جدا. معانا اتصال. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. مين حضرتك؟ اتفضلي. عم الشيخ مع شعبان. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. اتفضلي يا ام وليد. ازاي حضرتك؟ الله يكرمك ويبارك فيك. لو سمحت انا عندي سؤال عايز اسأل حضرتك. يا ربي سهل، اتفضلي. يعني انا ست كبيرة، عندي 66 سنة. ربنا يطول عمرك ويبارك لك فيه. الله يخليك. فانا بحلم يعني اكتر من اسبوع واكتر ان كل يوم معايا اهلي اللي هم متوفيين واهل جوزي. نعم. بس ده اللي انا بحلم، انما مش خايفه يعني من حاجه. نعم. بس يعني في حاجه، ايه اللغز يعني ده؟ ايوه طيب. والسؤال الثاني لو سمحت. نعم. انا بقوم بالليل ان شاء الله قبل الفجر اصلي قيام الليل واقرا قران لحد الفجر ما استناه. كويس. فساعة أذان الفجر ما يدن عندنا مسجد في أول الشارع ومسجد في آخر الشارع. نعم. ساعة الفجر ما يدن بالظبط يا عم الشيخ ويقول الله أكبر، ألاقي يعني أسف الكلام، ألاقي لمؤاخذة الكلاب بتهوس وبتنابح بصوت فظيع، يعني نعم. صوت جامد جدا. نعم. أنا نفسي أعرف إيه السر في كده يعني. حاضر. مش مرة واحدة يعني، لأ. على طول بتجد كده يعني؟ على طول كده، طول ما هم انا بمنطقة شعبية يعني. ايوه نعم. فيعني عايزة اعرف بس، ونفسي اعرف السر ده ايه. حاضر يا اختنا ام وليد. الله يخليك. حاضر. وعندي سؤال تاني، معلش هطول على حضرتك. طيب اتفضلي. انا ليا اخ كان عنده ولد واحد. ايوه. يعني توفاه الله وهو عنده 31 سنة وسايب بنت، ابنه يعني، ابنه اللي توفى. اي نعم. عنده 31 سنة. وجاله أيوة. مرض وحش، وبعدين اخيرا وهو بيموت قال له لبابا تعالى اقول لك على حاجه، فوطى عليه ابوه فراح محضنه من رقبته وقال له مبروك يا بابا، مبروك يا بابا، مبروك يا بابا، وراح ميت. نعم. بس انا يعني برضو ده لغز برضو نفسي افهمه. هو كان ولد طيب جدا ومطاع يعني. كان بيصلي ولا ما كانش بيصلي؟ ده كان بيصلي وكل حاجه واحترام وادب، وتوفاه الله يعني الحمد في سن مبكر يعني.
خلاص يا ام وليد، حاضر، تحت امرك ان شاء الله. ربنا يخليك، الامر لله، ربنا يديك الصحه يا عم الشيخ يا حاضر. رب، ويبارك لك يا رب. الله شكرا، يكرمك، تفضلي. مع سلامه الله. الله يكرمك. نرجع لمؤخر الصداق، دين على الزوج. نعم، دين على الزوج. طيب ناخد امه الله. السلام عليكم. طيب انقطع الاتصال مع اختنا، بارك الله فيها. انما المتعارف عليه عندنا في بلادنا في مصر ان قسيمه النكاح مكتوب فيها شرط خلاص هذا الدين المؤجل. شرط ايه؟ انه يسدد عند اقرب الاجلين، الموت او الطلاق. اذا لا يجوز بناء على هذا الشرط اللي وافق عليه ولي الزوجه ووقع عليه الولي الزوج ايضا عند النكاح، لا يجوز في هذه الحاله من هنا ورايح ان الزوجه تاني يوم النكاح ولا تالت يوم الدخله تقول له لو سمحت الدين الصداق المؤخر. ليه؟ لان احنا اشترطنا في قسيمه النكاح ان يكون السداد عند اقرب الاجلين، اما الطلاق فيجب في هذه الحاله السداد، واما الموت والوفاه فيجب في هذه الحاله الاداء او السداد. طيب هو بيسال بارك الله فيه ان هو عنده فلوس ما من المبلغ من المال تخطى النصاب، لكن لا اعلم متى يكون يعني سداد الزكاه عنه، هل في شهر ربيع اخر ولا جماد اول من العام الماضي. رجعت امة الله. اختنا ياسمين. ايوه اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شيخ شعبان من فضلك كنت عايز اسال عن سؤالين. خير. السؤال الاول اللي هو الحديث للسيدة فاطمة رضي الله عنها سألت الرسول صلى الله عليه وسلم إن أعمال المنزل كثرت عليها وكده وإنها تحتاج خادم. نعم. فأوصاها الرسول صلى الله عليه وسلم بتسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 34 لما تيجي تأخذ مرجعها يعني قبل النوم مع سيدنا علي رضي الله عنه. هل الحديث ده ممكن أستفيد منه ان ده مقتصر على الزوج والزوجه بس ان هم يعملوه مع بعض، ولا ممكن فرد لوحده يعمله ويتقوى بكده على جميع اعماله يعني؟ حاضر. ده الحديث الاول او السؤال الاول. السؤال الثاني بقى، اما الواحد يجي يدعي ربنا بيكون افضل طبعا ان هو يدعي بالاسماء الحسنى الاسم المناسب للطلب بالطلب. يعني مثلا الغفور، يا رب اغفر لي، يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني كده. طيب هل اسم الله القوي ينفع أدعو بيه لما أطلب من ربنا أن هو يقويني في البدن يعني مع الشفاء اسم الله الشافي؟ طب أنا محتاجة قوة في البدن أكتر، الإنسان مثلا ساعات بيبقى ضعيف كده، هل يجوز الدعاء باسم الله القوي في حالة زي كده؟ حاضر. بس وجزاكم الله خير. ماشي يا بنتنا، بارك الله فيك. شكرا جدا. السلام عليكم. عليكم السلام. عنده مال زكاة وهو مش واخد باله الموعد اللي يؤدي فيه الزكاة إمتى. ساعة ما اكتمل النصاب معانا مال زكاة، ساعة ما يكتمل معنا المال النصاب في أي توقيت نبدأ من هنا نحسب 12 شهر، بعد كل 12 شهر من اكتمال النصاب نؤدي عنه الزكاة اللي هو رأس الحول اللي العلماء بيذكروا. فمثلا نتصور أنه الزكاة المبلغ يعني وصل النصاب في شهر محرم، يبقى خلاص يبقى احنا في شهر أول محرم من كل سنة نؤدي الزكاة. المال وصل النصاب في شهر جماد أول، يبقى احنا في اول جماد اول من كل سنه من كل 12 شهر نؤدي الزكاه بواقع 2.5% عن المبلغ، يعني 25 عن كل 1000. طب هو بيسال الدين اللي عليا ده اقسمه من الزكاه؟ طبعا لما احسب كل اللي ليا عند راس الحول احسب كل المال اللي عندي سواء اللي في جيبي او اللي في البنك او مثلا بضاعه في محل او فلوس ليا عند الغير، كل ده هيطلع اجمالي مبلغ كبير. طب انا عليا الايجار ما دفعتوش اخصمه، طب علي دين للي بيوردوا لي بضاعة اخصمها. الصافي اذا كان بلغ النصاب في هذا الوقت يبقى ستؤدي عنه الزكاة بواقع 2.5% يعني 25 جنيه عن كل 1000، والله اعلم. اخونا محمد محي الدين الملاح من الاردن، بارك الله فيك وفي اهل الاردن، يقول هل يجوز قراءة. طيب خلينا يا اخ محمد محي ناخد ام محمد ونرجع لحضرتك تاني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك؟ اهلا مرحبا. الأول خالص اتفضلي، هل من الأفضل إن أصلي منفردة لوحدي وأنا قائمة لو أنا هصلي على حالتي بمناسبة ابني يعني، ولا أصلي مع جماعة أفضل؟
طيب حاضر. حاجة تانية كمان، انني شغالة في مكان يعني مختلط بالرجال، بس انا الحمد لله رب العالمين انا منتقبة، نعم. وفي مكتب كل زمايلي رجال معظمهم، وانا ست واحدة بس في مكتب كله ستات، كله موظفات يعني، نعم. بس الحمد لله مش ماليش اختلاط بحد في الكلام الا في حدود عملي. نعم. فهل يجوز او عملي صحيح او ايه يعني؟ حاضر، ماشي، بارك الله فيك يا محمد. حاضر، أجاوبك حالا إن شاء الله. أخونا محمد الملاح بارك الله فيه كان بيسأل السؤال المهم، هل قراءة الفاتحة عند القبور جائزة؟ وما هي السنة عند الدخول إلى المقابر؟ والله يا أستاذ محمد، إن أردت السنة عند الدخول إلى المقابر، فالأصح والأصوب ما ورد في حديث السيدة عائشة رضي الله عنها، قالت قلت يا رسول الله إذا جئت أو أتيت المقابر ماذا أقول؟ فبين لها النبي الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيت المقابر فقولي السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. هذا هو الأفضل، أن نبدأ بهذا الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أخونا يسأل هل قراءة القرآن عند القبور للأموات فيها شيء يعني تجوز أم لا تجوز؟ منع من قراءة القرآن عند المقابر الإمام الشافعي والإمام مالك عليهما رحمة الله، احتج بقول الله عز وجل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى، فمش هينفع حاجة أن نعملها. وأيضا لأنهم يرون أنه لم يثبت قراءة قرآن عن النبي ولا عن الصحابة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. أما الإمام أحمد، يبدو أن في اتصال ولا حاجة. أم محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا، عليكم السلام. مرحبا يا شيخ شعبان، لو سمعت عندي ثلاث أسئلة. خيرا. أول سؤال بالنسبة للعقيقة، هي أبنائي كبروا يعني، نعم، أكبر واحد عنده 24 وكده، فممكن لو أعمل العقيقة ولو عملتها وزعها لحمة نية على كل بيت كده، فيجوز إن احنا ناخد منها ولا لا؟ المقدار اللي يجوز إن احنا ناخد. حاضر. طيب والسؤال الثاني، والدتي مركبة قسطرة، نعم، فينفع إن هي تصلي والقسطرة يعني معاها كده مركباها وكده؟ حاضر. طيب وبالنسبة إن هي كمان بتوضع لبوس باستمرار يعني في الشر، نعم، بيطلع منها يعني، هي مش بتسمع، احنا اللي بنسمع بنقول لها انت وضوءك انتقد يعني بالصوت اللي احنا سمعناه، فهي تعيد الوضوء تاني. هي كم سنة سنها؟ السؤال الثالث بالنسبة لأبنائي، يعني انا بتعب معاهم في حكاية الصلاة، نعم، مش بيسمعوا كلام وما بصلوش يعني، تقول لي على طريق. نعم، وجزاك الله كل خير. حاضر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعود لقراءة القرآن عند المقابر، أقول أباحها أو أجازها الإمام أحمد والإمام أبو حنيفة وكثير من المالكية وكثير من الشافعية، وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وكذلك تلميذه الإمام ابن القيم عليهم جميعا رحمة الله تعالى، أجازوا قراءة القرآن عند المقابر للميت بعد أن يستفتح الزائر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليكم دار قوم مؤمنين والدعاء إلى آخره. له في هذه الحالة أن يدعو للميت وأن يقرأ القرآن وأن يهب هذه القراءة للميت، فيسأل الله عز وجل إن جعل على قراءته شيئا من الثواب أن يجعل لأهله من الأموات حظا فيها ونصيبا. وبالتالي فالقول الذي أميل إليه والقول الثاني أنها مشروعة وجائزة بعد أن يستفتح الزائر الدعاء للمقابر بالهدي الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أختنا أم محمد بارك الله فيها، وهي المتصلة الأولى، كانت تسألنا الدعاء بالشفاء لابنها، نسأل الله عز وجل أن يشفي هذا الأخ المريض شفاء لا يغادر سقم وجميع مرضى المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، فقولوا آمين. بارك الله فيكم. طيب ناخد أختنا أم إيهاب، السلام عليكم. عليكم السلام.
السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ مرحبا يا أم إيهاب، اتفضلي. ربنا يبارك فيك يا رب. الله يكرمك يا ستي. أنا عندي ثلاث أسئلة. خير يا رب. أول سؤال، أنا كنت موظفة وبعدين طلعت عن معاش وسن دلوقتي 68 سنة. ربنا يبارك فيك. فأنا بعد ما طلعت عن معاش أنا ما كانش عندي وقت إن أنا يعني أروح مسجد وكده، فالمهم إن أنا بقيت أروح أحضر يعني جلسات علم لا. في المسجد. فالست اللي هي كانت بتدينا قالت ان يعني انا عملت ورد كده اقراه كل ليله لا. فهي قالت ان اللي يقرا في الصلاه له ثواب اكتر من اللي يقراه تلاوه لا. فانا بقيت اخلي الورد بتاعي اجي مثلا بعد المغرب اصلي حد العشاء ويبقى من الورد اللي انا ايه كنت مخصصه، وبعد نعم. العشاء اجي اصلي في يوم الليل برضو من الورد نعم. فمش عارفه ده يعني يبقى بدعه ولا كده صح. حاضر يا ام ايهاب، ده اول سؤال. ثاني سؤال بقى، انا كان عندي ولدين واحنا بقى كنت انا جوزي برضو كان موظف بس المرتبات كانت صغيره، فالعيال كبروا وبقوا في الكليات، فكنت عايزة أعمل شقة لهم يعني لا. فأنا يعني أنا جبت قروض من البنوك وبقيت أعمل جمعيات وكده على أساس إن أنا أعمل شقة، وبعت الذهب اشتريت بيه حتة أرض في القرية كده في قريتنا لا. ورحت بقيت أعمل القروض، ما كنتش أعرف إنها حرام لا. عملت قروض وقعدت 7 سنين ابني في الشقه دي، شقه من غير تشطيب يعني مديتها لابني من غير تشطيب، بس قعدت 7 سنين اعمل جمعيات واعمل قروض لحد ما بنت. كويس. وهو بعد ما خلص من الجيش وهو اشتغل مدرس وشطبها هو واتجوز فيها. كويس. فانا دلوقتي ندمان على القروض اللي عملتها دي، وخايفه لا يكون، انا قلت يعني تبت الحمد لله وقلت ربنا يغفر لي على القروض اللي انا عملتها دي لان ما كنتش اعرف انها حرام. حاضر. دي انا حاجه بقول لي بقى عليها برضو. حاضر يا امي. الحاجه الثالثه ان لو فيه مدرسه بتتبني في قريه في قريتنا مثلا وبالجهود الذاتيه وانا عايزه اشارك فيها، يبقى ليا ثواب تبقى صدقه جاريه ولا تبقى ايه؟ حاضر. شكرا. بارك الله فيك. طيب اختنا ام محمد بارك الله فيها، السائله الاولى كانت تسال وتقول طبعا الابن عشان مريض بيصلي وهو جالس، فهل اصلي معه الجماعه ولا اصلي لوحدي؟ لا طبعا صلاه الجماعه زي النبي ما قال تعدل صلاه الفذ والفرد لوحده ب25 درجه او ب27 درجه، فنصلي الجماعة مع الابن أحسن ما نصلي لوحدينا، حتى لو كنا نصلي مع الابن جالسين ونصلي لوحدينا واقفين. طيب هل أصلي معه وأنا جالسة ولا وأنا واقفة؟ إذا كان الابن المريض بيبدأ الصلاة جالسا فابدأي معه الصلاة جالسة وصلي جالسة حتى نهاية الصلاة. طيب إذا كان الابن بيبدأ الصلاة واقفا وبعدين يجلس في بقية الصلاة، في هذه الحالة الثانية لو بدأ الصلاة واقفا ثم جلس أنت تصلين واقفة وراءه الصلاة كلها. خلاص كده يا أم محمد بارك الله فيك، يبقى عرفنا الحالتين. طيب هي بتقول، طيب أم روضة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عندي 4 أسئلة يا شيخ. خير يا أم روضة، بس اختصر الله يكرمك عشان الوقت. ماشي. حاضر حاضر. اول سؤال، انا عندي ظروف نفسيه وبتعالج في عصبيه قوي قوي، بتشنك وبشد في شعري وبقطع هدومي وانا منتقبه، بقلع النقاب وانزل اجري في الشارع. أيوة. بس الحمد لله في المرتين محدش شافني يعني الحمد أيوة. لله. فعصبيه اتخانقت مع حماتي خناقه جامده وانا غلطت فيها وبعدين صالحتها واعتذرت لها، فانا عايزه حضرتك عايزه اختصر حماتي يبقى بيني وبينها السلام وبس، لان هي بتتكلم كتير وانا مش بحب اجيب في سيره الناس، هي بتقول لي اديني يسر، اديني يسر ازاي واحنا بنتكلم على الناس، ده اولا. حاضر. ثانيا انا ولدت ففاكره اول مره اولد، ففاكره ان الصلاه بقعد 40 يوم مش بصلي، اتاري في علامه بيضاء بتنزل اللي هي حاجه البيضاء دي، فانا ما اعرفش، فطبيعي صليت بعديها بعد دي ما نزلت بيومين، فعدتهم.
عايزه اعرف عليا الذنب ولا لا. حاضر. تاني مره برشام منع الحمل عشان برضو اول مره، فافتكرت نسيت انزل لي دم 7 ايام، انا افتكرت ان هي دوره فقطعت الصلاه، فبعد كده اكتشفت ان هي مش دوره وصليت الايام. برضو عايزه اعرف عليا عذر ولا لا. حاضر. في سؤال تاني بقى صغنن، ازاي اعرف انجي نفسي من عذاب القبر؟ ايه اللي بعمله في يومي ممكن يعذبني في القبر؟ وامانه عليك يا شيخ اجريلي، ربنا يشفيني. حاضر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا ام روضه. ام احمد. ايوه. ام احمد. الو. ايوه. اتفضلي يا ام احمد. ماشي. حاضر. ام احمد. ايوه ايوه. اتفضلي معاكي. ايوه. يلا يا ام احمد انا معاكي على الهوا، اتفضلي. ماشي. الو. ام احمد انا سامعك، انا معاكي على الهوا، اتفضلي. انا اتكلم يعني اقول سكوتي؟ ايوه اتكلمي يا ام احمد انا مع حضرتك. ماشي. حاضر. بقول لحضرتك انا يعني انا متجوزه بقالي 36 سنه. نعم. اقول وبعدين انا معايا 3 اولاد، يعني طبعا مش بقوا رجاله دلوقتي يعني كده. نعم. فانا دلوقتي جوزي سايبني بقاله 20 سنه مسافر في السعوديه، ما في يعني العلاقه موجوده وكل حاجه، بس بيسيبني وايه ويقطع معايا. نعم. في التليفونات يعني. نعم. فانا دلوقتي يعني بصراحه ربنا مش عارفه يعني لا راسي ولا من رجلي ولا اي حاجه، يعني ما اعرفش حاجه عنه. ايوه. ويغيب ويقطع والكلام ده كله. نعم. فدلوقتي يعني انا دلوقتي حتى يعني في المصاريف برضو يعني بيبعت وكل حاجه، بس بالتلات اربع شهور بيتاخر عليا. نعم. فطبعا وانا مريضه يعني عندي مثلا امراض قلب وسكر وعندي حاجات كتير قوي. نعم. والحمد لله. فما بتكفيش الفلوس اللي حضرتك بيبعتها، اقول لي ابعت ما بيبعتش. دلوقتي وبعدين بقى له 20 سنه ما بيجي يعني ما بينزلش او اللي هو بس التليفون يعني ما بينزلش نهائي في ال 20 سنه. دلوقتي عايزه اشوف حل، عايزه مثلا ايه اتطلق منه يا ام احمد. اعمل ايه عشان يعني ام احمد على الاقل حتى اخد معاش ابويا يا ام احمد. ايوه. وما نزلش في ال 20 سنه ولا مره؟ ما نزلش في ال 20 سنه ولا مره. انا عندي بنت عندها 32 سنه، حضرتك لو قابلته في الشارع ما تعرفوش. نعم نعم. اولادي نفس الحكايه يعني. نعم. عندي ولدين والحمد لله علمتهم. نعم. ومتعلمين. نعم. وما شاء الله عليهم، ربنا يحميهم. فمش عارفه يعني ايه اخره الجواز ده ولا يعني. حاضر. الحمد لله يعني انا لما مش ببص على حاجه تانية ولا كده ولا نعم كده. نعم نعم. حاضر. فالحمد لله. ف يعني حاضر، هنصحك بنصيحة إن شاء الله يا أم أحمد. حاضر إن شاء الله. حاضر يا أم أحمد، بارك الله فيك. الله يخليك. أختنا أم محمد الثانية كانت بتسأل أم أسامة. يا أم أسامة. أيوة. اتفضلي يا أم أسامة. اتفضل لو سمحت. الكارد اللي هو الحد اللي هو تاخد من 1000 ونص لحد 5200 جنيه بس، يعني بياخدوا هم 200 جنيه بس على كل اللي انت بتاخده. ايوه. هل ده حرام ولا حلال بس؟ حاضر. بس شكرا. حاضر يا ام اسامه. طيب. نرجو ان يكون ده ان شاء الله اخر اتصال يا استاذنا عشان نلحق نجاوب الناس. الافضل لام محمد ان يصلي الجماعه مع ابنها جالسه اذا بدا الصلاه جالسا، او قائمة إذا بدأ الصلاة قائما ثم جلس، هذا أفضل من أن تصلي وحدها. طيب هي برضو بتسأل بتقول إن هي بتعمل في عمل فيه اختلاط زملاء من الرجال، الأكثرية رجال، وهي لله الحمد منتقبة وتعمل في حدود مقتضيات العمل بينهم، فهل هذا يجوز؟ على قدر حاجتك يا أختنا أم محمد، لو أنت محتاجة العمل ومحتاجه الراتب بالضروره عشان المعيشه، سواء كان مفيش عائل او بتساعدي العائل الزوج ولا الاب، وانت منتقبه محتشمه وقافه عند حدود الله، واختلاطك مع الزملاء الرجال لا يتطرق بعيدا عن مصلحه العمل فقط لا غير، وبينكم حدود معلومه، ففي هذه الحاله لا باس بعملك، بارك الله فيك، حافظي على دينك وحافظي على حشمتك وحجابك، وكوني وقافة معهم عند حدود مصلحة العمل فقط، لا نتطرق إلى سؤال عن الحال
ولا عن المآل ولا نمزح ولا يكون بيننا إلا سين وجيم كما يقولون ما دمت محتاجة إلى العمل. ونسأل الله عز وجل أن يحفظ أعراضنا وأعراض المسلمين. أختنا أم محمد الثانية بتسأل الأولاد كبرهم وما عملتش العقيقة وهتعمل عقيقة، هل تقدر تفرق من العقيقة دي لحوم نيئة بدون طبخ؟ ممكن، لأن هذا يمكن أن يكون أنفع للفقير. طيب هل ممكن إحنا نأكل أهل البيت من العقيقة؟ أيوة نعم نأكل من العقيقة لأنها كالأضحية، الغالب علينا أن نكون في العقيقة كالأضحية، فنوزع منها النسبة الأكبر على الفقراء والمساكين، ونوزع منها نسبة على الأهل والأرحام والأصدقاء والجيران، ونأكل إحنا أهل البيت نسبة أو جزء منها، سواء كانت الأتلات ولا الأرباع سيان، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بتسأل إن الوالدة ربنا يشفيها ويعافيها كبيرة طبعا في السن ومريضة ومركبة أسطرة أعزكم الله عشان خاطر البول، فهل تصلي بهذه الأسطرة؟ طبعا إحنا بنحاول كمرافقين للمريضة أن ننظف المريضة وأن نهيئها للصلاة، ومن ضمن تنظيفنا للمريضة وتهيئتها للصلاة إن إحنا نفضي الأسطرة أعزكم الله، وبعدين نوضيها أو تتيمم إذا كانت عاجزة عن الوضوء وبعدين تصلي. هذا هو الواجب الذي يجب علينا أن نعمله. طيب المريضة أحيانا مسكينة يخرج منها الريح ولكن لا تشعر به، إنما إحنا المرافقين بنشعر به وننبهها، هل يجب في هذه الحالة أن تعيد الوضوء؟ طبعا الأخت اللي هي مركبة أسطرة دي مريضة، وإن المريض له أعذار، ومن أعذار المريض إن إحنا نختار له الأيسر والأخف. يمكن في هذه الحالة أن ننبهها، بالطبع لازم ننبهها لأن الوضوء انتقد، ونساعدها على الوضوء إذا أرادت الصلاة بعد، زي ما قلنا بهنفضي الأسطرة على قدر المستطاع بحيث نعمل ما نستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، اتقوا الله ما استطعتم حتى لا تصلي بغير وضوء، غفر الله لنا ولكم، وإن شاء الله أجركم محفوظ عند الله عز وجل. الأولاد شغلنا ولا يسمعون الكلام في موضوع الصلاة، كل الأولاد تقريبا نعاني معاهم هذه المشكلة سواء كانوا بنين ولا بنات، خاصة إذا قاربوا سن البلوغ، فالمعالجة الحسنة بالرفق واللين، وإن كبر ابنك خويه كما يقولون نتحاور معهم ونحاول معهم جاهدين بالرفق واللين، فما دخل الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه، فعلى قدر الاستطاعة نخلينا في أغلب الأحوال نرفق ونلين، وفي بعض الأحوال نشد شوية ونقصه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع، فمرة نقص عليهم ومرة نعاتب بشدة ومرة نلين ونرفق، أو مرات نلين ونرفق حتى يمروا من هذه المرحلة اللي هي مرحلة سن البلوغ، اللي هي مرحلة انعدام الوزن كما يقولون، واضطراب السلوك عند الأولاد في هذه المرحلة، ثم نجتهد لهم في الدعاء أن يلهمهم الله عز وجل الهداية وأن يعينهم ويثبتهم على الصلاة، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا أم إيهاب بارك الله فيها، هي الآن على المعاش، عندها 68 سنة، بارك الله لك في عمرك وجعله إن شاء الله في طاعة الله عز وجل، وهي يعني ترتاد حلقة من حلقات القرآن أو العلم في المسجد، وبعدين أختنا اللي في المسجد بيّنت لها أنه يعني وردها من القرآن يعني تحاول أن تجعله في الصلاة أفضل من أن تقرأه خارج الصلاة، لا بأس بالعمل بهذه النصيحة، فقراءة القرآن قربة، وصلاة القيام والتنفل والتطوع أيضا قربة مستحبة لله عز وجل، فإذا ضمينا الاثنين لا بأس بذلك. يعني لو خليتي وردك من القرآن تصلين به كمن يحفظ القرآن فيصلي بالقدر الذي يريد أن يراجعه من القرآن، يصلي به النوافل وقيام الليل، فهذا إن شاء الله يكون شيئا حسنا إن شاء الله عز وجل، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا برضو أم إيهاب كانت زمان وهي تقول لم أكن أعلم إنه القروض بالفائدة حرام، فأنا أخذت القرض عشان أبني البيت أو شقة الولد من الولاد، والآن ندمت على القروض السابقة وفي الأصل لم أكن أعلم. خلاص قال الله عز وجل لا جناح عليكم فيما أخطأتم به،
وقال الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فإن كان هذا وقع على سبيل الخطأ والجهل منا فهو مغفور إن شاء الله عند الله عز وجل، وندمك على ما فعلت هو التوبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الندم توبة. أوصيك بكثرة الاستغفار، وأوصيك بكثرة العمل الصالح من صلوات النوافل وقيام الليل وصيام الاثنين والخميس والصدقة وإن قلت، وعموم ذكر الله عز وجل، وإن شاء الله تثقل هذه القربات موازين حسناتك عند الله عز وجل، وعلى الله تعالى القبول. عندهم مدرسة بتبنى بالجهود الذاتية، هل لو تصدقت أو تبرعت للمدرسة هل يكون هذا لها فيه أجر ويكون على سبيل الصدقة الجارية؟ نعم إن شاء الله نحسبه كذلك، إن شاء الله تتصدقين ويكتب الله عز وجل لك به الأجر، فالله تعالى يقول من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، وإن شاء الله يكون هذا على سبيل الصدقة الجارية، انوي هذه الصدقة الجارية، لأنه غالب ما يرتاد المدارس العامة الحكومية الآن هم طبقاتنا الوسطى وطبقاتنا الفقيرة من الشعب المصري، أما أبناء الزوات وأما الأغنياء والمليونيرات والمليارديرات كما يقولون فهؤلاء لا يرتدون مدارس الفقراء، فإن شاء الله تكون صدقة جارية ويكتب لك فيها الأجر وعلى الله القبول، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا أم روضة بارك الله فيها عندها ظروف نفسية، أسأل الله عز وجل أن يشفيك يا أم روضة وأن يعافيك شفاء يا رب لا يغادر سقما عاجلا غير آجل. قولوا يا إخوة يا أخوات آمين على هذه الدعوة لأختنا أم روضة بارك الله فيها. هي من شدة عصبيتها أحيانا تخرج عن شعورها وخلعت النقاب مرة ولا أكثر ثم نزلت إلى الشارع مسكينة، نسأل الله عز وجل أن يعافيها. ليس عليك بأس إن شاء الله، فأنت فعلت هذا غصب عنك بسبب المرض، فليس على المريض حرج، ونسأل الله أن يغفر لنا ولك. تقول أثناء الولادة كانت تتصور أن لابد النفساء تجلس 40 يوما. نعم النفساء تجلس 40 يوما إذا استمر معها دم النفاس، أما النفساء إذا بعد أيام من الولادة رأت علامة من علامات الطهر وهي الجفوف التام لمحل الدم، أو رأت العلامة البيضاء اللي هي السوائل الشفافة البيضاء النقية التي لا فيها حمرة ولا صفرة ولا بنية ولا غمأة ولا شيء، فإن هذه علامة من علامات الطهر، في هذه الحالة عليها الغسل وتتوضأ وتصلي وتصوم وشأنها شأن المرأة الطاهر سواء بسواء. لكن هي تقول تركت يعني الصلاة طبعا يوم ولا اثنين زيادة، وهي لم تكن تعلم إنه إذا رأت علامة الطهر تغتسل، كانت مستنية لحد 40، لكنها قضت هذه الأيام بعد علمها. خلاص بارك الله فيك قضيت ما عليك، وانت ليس عليك ذنب. ليه؟ لان كنت مش عارفة كما يقولون ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. طبعا بتاخد أقراص لمنع الحمل وبيحصل نوع من نزول الدم، فيتقول تركت الصلاة أظنها دورة وبعدين عرفت ان هي مش دورة فرجعت قضيت هذه الأيام. إذا أخبرتك الطبيبة المختصة إنه 3-4 أيام اللي فاتوا دول الدم النازل ده لم تكن دورة لأنها مش في موعد الدورة أصلا، والطبيبة أخبرتك زيادة على كده أنها ليست من الدورة في شيء، في هذه الحالة ما كانش يجب أن تترك الصلاة، أنت تركتي وقضيت ما عليك، لا بأس ما دمت قضيت ما عليك، واللي حصل منك كان على سبيل الخطأ والجهل منك، ولله الحمد والمنة ما دمت لست عامدة متعمدة. وربنا يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، والله أعلم. أختنا الأستاذة سلمى، قصدي بنتنا بقى الأستاذة سلمى، يا سلمى بارك الله فيك، هي تقريبا بتقول في سنة 5 ولا في سنة 6 تقريبا، بتسأل عن لعب الكوتشينة، لعب الكوتشينة الورق ولا على الكمبيوتر؟ إن كان الورق فنقول لك لا ما يصحش يا أم يا سلمى بارك الله فيك، لأن إحنا عايزين من شاب على شيء شاب عليه، عايزين نتربى نربي أبناءنا وبناتنا من البداية على الوقوف عند حدود الله ومعرفة الصح والغلط والحلال والحرام. وكلنا نذكر الإمام الحسن لما النبي عليه الصلاة والسلام شافه بياخد تمرة واحدة وهو كان صغيرا، سيدنا الحسن
من تمر الصدقة، وتمر الصدقة حرام على النبي وحرام على آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. منعه من ذلك النبي ولم يقل أصله صغير ما تدقش عليه دلوقتي، لا، إنما منعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له الكلمة المشهورة كخ كخ حتى رماها، وبين له أننا آل محمد لا تحل لنا الصدقة. طب ده صغير هيعرف الحلال من الحرام إزاي؟ أيوة، ما احنا بنعلمه وبندربه من دلوقتي على الحلال والحرام. فإذا كانت الكوتشينة ديت اللي هي الورق فبلاش منها يا سلمى، إنما لو كانت على الكمبيوتر يمكن الوضع إن شاء الله يكون أخف شويتين بحيث لا تشغلك يا سلمى لا عن الصلاة في وقتها ولا عن واجبات الدراسة والمدرسة ولا عن مواظبتك على قراءة القرآن ومساعدة أمك في البيت يا سلمى عشان تتدربي أن تكوني عروس المستقبل، بارك الله فيك. طيب أم سلمى بقى بارك الله فيها، هل المرأة التي تزوج عليها زوجها، احنا بنقول لا تطلب الطلاق لأن الزواج بأخرى ليس من الضرر الواقع على الزوجة الأولى، فهل لها أن تطلب الخلع؟ ما الخلع أشد من الطلاق. إن قلنا أنها لأن الزواج بأخرى ليس سببا جوهريا شرعيا يبيح للزوجة الأولى أن تطلب الطلاق، فمن باب أولى لا تطلب الخلع. إنما إمتى تطلب الطلاق ولا الخلع؟ فعلا فعلا إذا وجدت ضررا وقع عليها من الزوج لا تستطيع أن تحتمله. في بعضهم مجرد ما يتزوج واحدة جديدة ينسى القديمة، ينسى الزوجة الأولى، فلا يذهب إليها ولا يبيت عندها ولا ويهمل في نفقتها ويهمل في أولادها. في هذه الحالة هتتضرر طبعا، ما فيش نفقة، هتتضرر، ما فيش قسمة عادلة بين الزوجات، ما فيش مبيت، ما فيش المشاعر والحب والعواطف التي كانت تجده منه قبل ذلك. إذا تضررت المرأة لأنه اهتم بالجديد على حسابها فلم يعد يبيت عندها ولم يعد يأتي بيتها ولم يعد ينفق عليها ولا على أولادها، في هذه الحالة يجوز أن تطلب الطلاق. إنما طلب الخلع أضر على المرأة من طلب الطلاق، طلاقك للضرر يضمن لك الحقوق كاملة، إنما الخلع هتضطر تتنازلي عن كل شيء، وفي هذه الحالة لا أنصحك بالخلع إنما أنصحك بالطلاق، أيسر لك وأضمن لكافة حقوقك عند الزوج إذا لم تحتملي المظالم التي تقع من الزوج. إنما لو احتملت وصبرت واحتويت هذه الأمور عشان خاطر العيشة وعشان خاطر امرأة بنصف زوج أحسن من امرأة بلا زوج، وعشان خاطر الأولاد أيضا حفظا على الأولاد والسلوك السوي للأولاد والحالة النفسية للأولاد يكون هذا أحسن لك، فصبرك مأجور عند الله عز وجل، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا الحجة أم وليد عندها 66 سنة، بارك الله لك في عمرك، عمالة بقالها أسبوع تشوف في الحلم تكرار أهلها الأموات، يعني أي منايمة تشوف أهلها من الأموات، فهل هذا يعني شيئا؟ ليس بالضرورة أن يعني هذا شيئا، إنما يمكن أن يكون هذا من حديث النفس. يعني إيه حديث النفس؟ يعني إحنا في حياتنا فاكرين الموت خلاص، بقى بنقول في نفسنا ما إحنا عندنا 66 سنة وأنا أيضا قريب منك في سنك، فقاعدين نحدث نفسنا ونقول خلاص بقى اللي جاي مش قد اللي راح، خلاص بقى ده إحنا سلم يا رب كلها خطوة. فمن ذكرنا للموت في اليقظة يوم يتكرر هذا الذكر في سبيل في صورة الأحلام التي نراها في النوم، فبالتالي يكون هذا من أثار حديث النفس. إنما هنتصور جدلا أنه مش حديث نفس، يعني إحنا ولا فاكرين موت ولا بتاع، مع إن ده غلط. النبي قال لنا تذكروا هادم اللذات، يعني الموت الأكثر حتى من ذكر هادم اللذات عليه الصلاة والسلام، لكن هنتصور أنه ليس حديث نفس. فماذا يعني رؤيتها لأهلها من الأموات؟ قد يعني أن هؤلاء الأموات ينتظرون منك دعوة بظهر الغيب، ينتظرون منك استغفارا، ينتظرون منك صداقة، ويكون لك أجرك بها عند الله عز وجل، وينتفع بها الأموات من أهلك، فهذا من برهم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بتقول أختنا برضو أم وليد، مع أذان الفجر بالتمام والكمال أول ما تسمع المؤذن في المنطقة الشعبية اللي هي حضرتها بتسكن فيها تسمع الكلاب تعوي، لو كانت الحمير هي التي تنهق كما ورد الحديث لقلنا إن الشيطان أول ما سمع
الأذان فر وله درات، فالشياطين إذا فرت مدبرة بسبب سماعها الأذان تشعر بها الحمير فيزداد نهيق الحمير، كما ورد الحديث بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها قد رأت ملكا، وإذا سمعتم نهيق الحمير فاستعيذوا بالله تعالى من الشيطان الرجيم فإنها قد رأت شيطانا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لكن لا أعتقد الكلاب أبعد عن الحمير أو أهون من الحمير، فلعل هذا بسبب الأذان تفر الشياطين وتنزعج ذلك الكلاب، خاصة الكلاب السوداء العقور، وبالتالي تسمعين عواءها، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. برضو أختنا أم وليد ابن أخوها، ربنا يا ربي يعني يرحمه رحمة واسعة ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين، ويلهم والده ووالدته وجدته وكل أهله الصبر والسلوان. لما احتضر وجاء عند لحظة الموت استدعى والده وأخذه في حضنه وقال: مبروك 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 يا أبي. ثم مات. نسأل الله أن يجعل هذا من علامات حسن خاتمته، فإن الميت إذا احتضر يتراءى له ملائكة الرحمة ويتراءى له ملائكة العذاب، فإذا رأى نفسه مقبلة عليه ملائكة الرحمة استبشر بذلك، ولعله بشر بها والده. فنسأل الله عز وجل أن يجعله مات على حسن خاتمة، وهو مات مريضا والمرض كفارة للذنوب، فلعل الله عز وجل ما قبضه إلا بعد أن طهره بمرضه من جميع ذنوبه وخطاياه، فذهب بريئا مبرئا موحدا لله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته. أختنا ياسمين بارك الله فيها بتذكر أن فاطمة عليها رضوان الله تعالى لما شق عليها عمل البيت وسألت نبينا صلى الله عليه وسلم خادما، دلها على أن تسبح 33 وتحمد 33 وتكبر 34 عند النوم، ووصى بذلك علي رضي الله عنه لتستقوي بهذا الذكر بديلا لها عن الخادم. فهل يمكن أن نستخدمه إحنا وإحنا لسنا أزواج؟ أيوة نعم، كل أحد يمكن أن يستخدم هذا الذكر، فإن من فوائد الذكر كما قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله أن الذكر يقوي البدن، واستدل على ذلك بهذا الحديث أن النبي لما شق العمل على فاطمة قال لها: اللي هيقوي بدنك حتى يعينك على عبء مشاغل البيت هو أن تسبحين 33 وتحمدين 33 وتكبرين 34. كلنا نقدر نستعين بالله ثم بهذا الذكر إن شاء الله عز وجل. أختنا برضو ياسمين بتقول: يعني هل اسم الله القوي يمكن أن أدعو به إذا استلهمت من الله قوة في بدني؟ طبعا يمكن أن ندعو الله عز وجل وأن نستلهمه الصحة والقوة والعافية، وأن نستخدم في هذا وسيلة لله عز وجل اسم الله القوي، والله أعلم. أم أحمد بارك الله فيها متزوجة من 36 سنة وثلاث أولاد ما شاء الله رجالة، والزوج بعيد عن الزوجة في سفر 20 سنة كاملة، ما أقسى قلب هذا الزوج وما أغلظ طبعه، يعني يبعد عن زوجتي 20 سنة، هذه أول مرة في حياتي أسمع يعني قصة بهذه الصورة، أنه يغيب الزوج في السفر، آي ممكن يغيب سنتين ثلاثة ويجي أجازات، أيوة، إنما 20 سنة كاملة لا يرى زوجته ولا يعود إلى بيتي ولا إلى أولاده، ده في الحقيقة شيء صعب جدا جدا. ويعني عندنا في القانون المصري إذا ثبتت غيبة الزوج 4 سنوات متتاليات متتابعات يحق للزوجة في هذه الحالة أن تطلب الطلاق للضرر. فيعني أنا يعني الحقيقة مش عايز أنصحك بطلب الطلاق، لأنه الطلاق يمكن يهزم الأولاد هزيمة نفسيا شوية ولا حاجة، إنما اللي خلاك تصبري 20 سنة اصبري وأجرك عند الله عز وجل عشان تحفظي المركز الأدبي للولاد وتحفظي التوازن النفسي للولاد، وأجرك عند الله تبارك وتعالى كبير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. أخيرا أم أسامة 5000 قرض حسن عليهم 200 جنيه كرسوم إدارية،
يمكن أن نعتبر الـ200 رسوم إدارية إن شاء الله عز وجل، ولا تكون هذه الـ200 فائدة على الـ5000. ما دمت في حاجة واضطرار خير لك من سؤال الناس، والله عز وجل أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أيها الأحبة الكرام، بارك الله فيكم إخواننا المشاهدين وأخواتنا المشاهدات، سعدت بلقاء بحضراتكم، وسعدنا أكثر وأكثر باتصالاتكم وأسئلتكم، جعل الله هذا في موازين الحسنات. في نهاية هذا اللقاء أذكركم باعتذار أخونا أحمد نصر عن الحلقة لظروف طرأت عليه في طريق وصوله إلى البرنامج، كما في النهاية أشكر أخي وحبيبي الأستاذ عمرو الجمال مترجم لغة الإشارة، وأشكر فريق العمل بصفة عامة ومخرج هذا اللقاء بصفة خاصة، والشكر موصول لكم أيها الأحبة الكرام، حتى ألتقي بحضراتكم يوم الاثنين القادم إن شاء الله في نفس هذا الموعد. لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. إن كنتم لا تعلمون.